بص مبدئيا سؤال السخريه من الاهلاويه للزملكاويه بتاع فين رموز طلعوا لي دي، مش معنى ان انت رموز لنادي الزمالك بتخاف تتكلم علشان خاطر عندها راي معارض كبير جدا لمرتضى منصور وطريقه ادارته لنادي الزمالك، معناها ان في رموز من ورق هيطلعوا او ناس اشباه لاعبين او ناس ما قعدوش في فضل الزمالك فتره طويله او حتى عملوا انجازات كبيره هيطلعوا يصدروا نفسهم على ان هم ابطال ورموز النادي. يعني مين اسامه حسن مثلا في تاريخ نادي الزمالك؟ ولا اي حاجه. مين احمد عيد عبد الملك في تاريخ نادي الزمالك؟ اه ده ابوه كان عيد عبد الملك ولعب بناشئين وبعد كده ربنا كرمه ولعب له سنه في الزمالك قبل ما يبطل كوره، ده تاريخه مع نادي الزمالك. ايه بقى الاضافات اللي عملها نادي الزمالك؟ بطوله او كاس او ده دوري مع فريرا، انما غير كده انت عملت ايه يا كابتن احمد؟ انت عملت ايه يعني تطلع تتكلم عليه ان انت بتتحارب وفي حد بيقود حرب شخصيه معاك؟ حرب شخصيه معاك بمناسبه ايه؟ بمناسبه ايه والله يعني؟ انت شارت بوست من صفحه بورسعيد، ما عنديش اي مشكله، بس لما تشير بوست وتكون عايز تاخد بيه لقطه معينه انك تلاقي سخريه وتريقه على الاهلي، وبعد كده لما تلاقي ان الموضوع سخن وبقى فيه ردود ان هو اللي انت بتعمله ده غلط يا كابتن احمد، وعلى فكره اللي انت بتعمله ده ممكن يعرضك لمساله قانونيه من محامي شهداء النادي الاهلي، لا يا جماعه انا مش قصدي كده، انا عمري ما كان قصدي كده. ايه يا كابتن احمد انت مش عامل فيها شبندر وعامل فيها ان انت بتتريق على الاهلي ان هو بيروحش خط القناه؟ ايه يا كابتن احمد لما اترفع عليك قضيه كشيت لورا ليه؟ ايه يا كابتن احمد انتوا كلكم كده؟ يعني كلكم بتحاولوا تاخدوا اللقطه، ولما اللقطه بتيجي بالعكس عشان خاطر انتوا شويه اغبياء بتحاولوا تعرض لمرتضى منصور بطريقه عبيطه، لما الطريقه بتيجي معاكم بالعكس بتيجوا واخدين كاش الورا اللي هو انا بتكلم في الرياضه بس. طب رياضه ايه يا كابتن احمد؟ انت سايب كل حاجه في الرياضه ومركز مع البوست ده؟ كمل بطل تقريب ليه؟ طب انت بقى كمل، مش عامل فيها ان انت بتحفل؟ ولا لما الموضوع قلب على دماغك بقيت انت بقى لا انا المظلوم انا بيحاولوا يوقعوني؟ مين يا كابتن احمد؟ يا كابتن احمد انت محدش كان سامع عنك كلاعب كوره في حرس الحدود او اي حاجه غير مشاكلك والطرد اللي انت بتاخده كل ماتش اهلي او زمالك، لانك لاعب كان بيبان عليك ان انت لاعب حقود وان انت لاعب جواك نفسنا جوه الملعب. ما حدش كان عنده مشكله مع الكلام ده، بس في ناس كتير قوي كانت بتشوف ان ده غلط، بس ما الغلط الاكبر انك تاخد النفسنه والحقد والكوره دول معاك لبره الملعب، وانك تحاول تنفذهم عن طريق ان انت بتحاول انت تعمل ايقونه وانك تعمل رمز وان انا اللي عملته من 9 7 علشان خاطر نهتم بنادي القرن. يا كابتن احمد دي كانت ضحكه، يعني دي كانت مضحكه، دي كانت حفله سخريه من نادي الزمالك عن طريق رئيس نادي بيحاول ان هو يجذب اكتر اهتمام للناس حواليه. غير كده يا كابتن احمد انتوا ما بتعملوش اضافه لنادي الزمالك، بالعكس انتوا عمالين تسوقوا كل يوم عن يوم نادي الزمالك ورموزه ولاعيبته واساطيره. القناه اللي انتوا عاملينها عشان خاطر تطبلوا فيها مرتضى منصور دي مش قناه نادي الزمالك، دي قناه مرتضى منصور واولاده. انتوا بتحاولوا دلوقتي تعملوا نادي الزمالك نادي مرتضى منصور واولاده، دي حاجه ثانيه، ان في جمعيه عموميه راضخه تماما اللي بيعمله مرتضى منصور واولاده جوه النادي ومنعه من دخول هاني العتال وعبد الله جورج سعد الجلسات المجلس، الجلسات مفترض ان هي تكون غير قانونيه بمناسبه ان الاثنين اعضاء ما بيحضروش، بس كل ده بيعدي ليه؟ عشان خاطر في جمعيه عموميه منبطحه وفي جمهور نادي فرحان ان هو بيقول ان مرتضى منصور هو الدرع والسيف والبطيخ، وانا عارف ان الجمهور ثلاث ارباعه لجنه الكترونيه، بس مش لدرجه كمان انكم تحاولوا تصدروا لنا رموز من ورق. مين احمد عيد عبد الملك ان هو يكون كرمز النادي الزمالك؟ مين اسامه حسن يكون كرامه لنادي الزمالك؟ انتوا عايزين تسمعوا كلام الناس دي وتاخدوا كلامهم على ان هو حقيقه وتصدقوا فكره ان حسن حمدي هو اللي كان بيدي الاهلي بطولات عن طريق وكاله الاعلام الاعلان، يبقى معناه انك بتشتغل نفسك. روح شوف مين اللي كان مضيع نادي الزمالك وقتها، هتلاقي ان هو الشخص اللي هم بيعرضوا له. روح مثلا شوف احمد عبد الملك تاريخه مع الزمالك كان ايه؟ مفيش اي حاجه. شوف الكلام اللي بيقوله احمد عبد الملك بيلاقح زي الستات، ولما ربنا كرمه وحد ركز معاه في البوست بتاعه كشكش لورا ورجع وخد تلات اربع خطوات لورا وعمال يقول لك لا انا ما كانش قصدي. طب يا كابتن احمد ايه الموضوع؟ وبعدين كابتن حسين الشحات اللي بيقول لك اتق الله يا اخي اللي انت بتعمله ده هيعمل فتنه، داخل تقول ان هو اللي بيعمل فتنه؟ انت ماشي بنهج مرتضى منصور بالحرف يا ابني، يا ابني مش كده. طب نوع. طيب يعني لما مرتضى منصور عمل الفيديو بتاعه وطلع قال محمود الخطيب بالبلاغات اللي بيعملها عليا دي بيعمل فتنه في الراي العام، لما انت برضه حسين الشحات رد عليك وبيقول لك اتق الله بيعمل فتنه؟ هي العقليه دي عقليه واحده؟ انتوا بتحاولوا كلكم تعرضوا لبعض بس بطريقه عبيطه؟ مش كده يا ابني، يا ابني نوعوا بقى. انت شفت اسامه طالع ملط، اطلع انت بقى المره الجايه وانت بايعها خالص، بس انت بعتها خالص، لان كل اللي بيبيع دماغه لمرتضى منصور واللي بيبيع حاجات كتير قوي مبادئه لمرتضى منصور عشان خاطر يشتغل في القناه عشان شويه قرشين، ده ما تستناش منه اي حاجه. مش ذنب الناس انك ما عملتش فلوس كتير قوي من عالم كره القدم انت واسامه عشان خاطر تحاولوا تردوها في الفلوس العبيطه اللي مرتضى بيديها للناس اللي بتطبل في القناه، مش ذنبنا خالص، ذنبنا ان انتوا كنتوا لعيبه فاشله وما عرفتوش تاخدوا فلوس كتير قوي من عالم كره القدم، اعترفوا بقى بالحقيقه دي، انما تقعدوا تحكوها في جمهور الاهلي وتقعدوا تحكوها في لعيبه الاهلي مش هيزود منكم اي حاجه، بالعكس هيطلع نقصكم الكبير جدا ان انتوا لعيبه من نفسنا ولاعيبه حاقده لا اكتر ولا اقل. وغير كده انتوا ما تستاهلوش اي حاجه الناس تقعد تركز فيها معاكم، يعني بتطلعوا ترندات عشان خاطر بتتكلموا عن النادي
الاهلي وعلى لعيبته، ان انا ما بتتكلموش على تاريخ الزمالك او بتدافعوا عن نادي الزمالك بجد زي ما انتوا بتحاولوا توهموا الشباب ان انتوا بتعملوا. فبطلنا يا كابتن احمد الهبل اللي انتوا بتعملوه ده، عشان خاطر احنا وصلت معانا لهنا، ما بنشوفش كوره في مصر وما بنشوفش احترام في مصر وما بنشوفش كلام عدل زي خلق الله في مصر، فمش كمان هنقعد نرد على الحاجات الهبله اللي انت واسامه عمالين تعملوها. يا جماعه يا جماعه ارحمونا، عشان خلاص والله الواحد وصلت معاه لدرجه ان هو بقى عطسه ويبطل يتفرج على ايجيبشن ليج والموضوع ده، عشان خلاص الموضوع بقى متعب نفسيا لاي حد بيحب عالم كره القدم ان هو يتفرج على الكوره في مصر. بص يا معلم، انا تعبتك معايا كتير في الخمس دقايق دول، بس مش احسن حاجه اللي عملته لايك. انت مستعد تسمع عبد الناصر زيدان ثلاث ساعات لمجرد بس نقول على مرتضى منصور الزنطحي؟ جت على اخوك يا اسطى الخمس دقايق دول تفرقوا قوي في الكارير مود بتاعك او المهنه بتاعتك؟ حرام عليكم يا جماعه.